مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. اذا يحبس الجزائريون انفسهم غدا بمناسبه مباراه العوده لنصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه، حين سيكون فريق اتحاد العاصمه على موعد مع دخول التاريخ لدى مواجهته لنادي الهلال السوداني، اين سيسعى ابناء سوستاره الى اقتطاع تاشيره تاهل ستكون تاريخيه لنهائي اغلى الكؤوس الافريقيه. ورقه في اللقاء مع زميل اسلام بقرعه. بعد أسبوع مليء بالأفراح والاحتفالات عاشه أنصار اتحاد العاصمة عقب وضع فريقهم لقدم الأولى في نهائي رابطة أبطال إفريقيا بتحقيق الانتصار بهدفين لهدف أمام الهلالي السوداني، سيكون موعدهم سهرة السبت بملعب بلوغين في لقاء العودة، وكل أمالهم معلقة على تكرار سيناريو الذهاب والتأهل لأول نهائي تاريخي لأبناء سوستارة. الله يا ربي نروحوا فينال ونربحوا ليكيب اللي طاح معانا، نروحوا للفينال ان شاء الله ونجيبوها ان شاء الله ونفرحوا كاع الجزائريين والمولوديه والياسمه كاع يكونوا في دول وحده وان شاء الله نطلعوا طريق. تكرار ملحمه ام درمان لن يكون بالشيء السهل على اشبال المدرب ميلود حمدي، خاصه وان السودانيين لن يخسروا شيئا سوى انهم سيسعون بشتى الطرق الى خطف بطاقه الترشح الى نهائي البطوله الافريقيه. السوداني كما يلعب في ميدانه وكما يلعب خارج ميدانه، وداير جبنا نتائج ايجابيه كثيره من خارج ميدانه، وجينا هنا عندنا حظوظنا وافره، وكما الاتحاد العاصمه كيف فريق كبير، ولكن شكون ان شاء الله مقابله صعيبه على الفريقين، ولكن نحن جايين بغايه الانتصار والترشح ان شاء الله. التركيز الكبير ونسيان فوز الذهاب واللعب على ورقه التاهل يبقى الهدف الاول لاتحاد العاصمه، خاصه مع غياب محرك الفريق قدور بالجلالي. اوبليي لو ماتش عليه et pas croire que ça arrivait, donc on repart à zéro pour les deux équipes. Ça va être un très gros match, un très gros rendez-vous et on se doit de répondre présent pour ce rendez-vous. Donc on l'aborde avec la plus grande concentration et la plus grosse détermination, puisqu'on connaît l'enjeu et l'issue de cette rencontre. هي 90 دقيقة تفصل فريق اتحاد العاصمة والهلال السوداني عن نهائي بطولة كان زعيمها وفاق سطيف الموسم الماضي. ولسان حال الجزائريين ودعواتهم يا رب النصر للاتحاد.